كان بيحب المرأة ولا بيحترمها ولا ايه بالظبط؟ بيحترمها، بيحترم المرأة بيحترم المرأة برغم تعدد زيجاته يعني. لا بيحترم المرأة، وده الدليل القاطع على ان كل الستات بتحبه. ده حقيقي. حتى كان اللي يعرف مش ازاي بعد كده. كان بيعرف ازاي يتعامل مع المرأة يعني. بدليل انه مثلا تحية كاريوكا، الزوجة الأولى تظل بالنسبة لها حتى الرحيل، يعني تحية ماتت سنة 2000، دايما عندما تتحدث، انت عارفه تحية اتجوزت 17 مره، فيعني باع طويل. انما تقول لك الزوج والرجل يساوي رشدي اباظه، برغم في 16 علاقته بساميه جمال الفنيه بقى يا طارق، واضح ان هم عملوا مع بعض شغل كتير. بس انا بتصور ان العلاقه الشخصيه اعلى من العلاقه الفنيه، يعني الكيميائيه بين تركيبه مدام ساميه وبين رشدي اباظه هي اللي اسفرت عن الحياة طول المدة. طول المدة، مش الثنائية الفنية، يعني ممكن تقولي انه صلاح ذو الفقار وشادية الثنائية كان واضح على الشاشة او الكيميائية على الشاشة، لا بالنسبة لرشدي ولسامية لا، العلاقة العميقة هي علاقة انسانية اكتر منها، وهي بطلت شغل فترة طويلة بالظبط. ده علشان تهتم برشدي ولا ده مشروعها؟ عشان بتحبه. رغم انها كانت راقصة عايزة تتفرغ له، فنانة ممثلة كبيرة، يعني انها تتخلى عن كل ده عشان تتفرغ له، عشان تتفرغ هو من فوق الفترة الصغننة اللي بيبقى موجود فيها فاضي. ما هي لو هي بتشتغل برضه هتقابله ازاي؟ لان فتراته والشغل بتاعته كانت كبيرة قوي. بس هو بقى كان يعني كل الستات بيحبوا رشدي أباظة، هل هو كان بيدلع الست ولا هو أوي كان أوي يعني ذكوري عايز حاجات تمشي بشكل معين؟ لو قاعد في مكان فيه 30 ست بس كلهم واحد بيحسس كل واحد ان هي احسن واحده واحلى واحده واشيك واحده، ويحسس كل واحده ان هي احلى واحده. كان عنده اسلوب في معامله المراه. كان بيعلمك ايه اسمك؟ لا هو حاول يعلمني السيد واتخانقنا. طاهر انت ايه اكتر حاجه علاقته كمان؟ الجزء المهم علاقته الانسانيه. حتى بالكومبارس معروف حكايه انه اول حاجه يسال قبضوا ولا لا، ما قبضوش طب مش هنتصور. هو بيتكلم ياكل معاهم القسط ولا ياكل معاهم بالظبط. طلب ان هو يدفن في نزله السمان لانها منطقه قريبه من الكومبارس، ودفن فعلا تنفيذا رغم انه ابن البشوات، يعني ده ابن عائله يعني ارستقراطيه، ولكن عندنا مقابرنا في الشرقيه طبعا. بس احساس ان دولت حبوه بصدق، دايما كان عنده احساس انه البسطاء دولت اللي انا باكل معاهم طعميه وفول على الارض، دول هم اللي هيفضلوا بالظبط يزوروني اصلا الجبريه ويحبوني. الجبريه بتوع هناك.